لأن الأصل أن الإنسان يقوم أبناءه على ما ينفعهم ويبقى معهم إلى يوم القيامة. معظم شيء هو الحفاظ على الصلاة، بالنسبة للبنات الحفاظ على الحشمة والاحتجاب والقدر اللي يكون بينه وبين أسرته، بينه وبين أستاذه، بينه وبين زملائه في المدرسة، ويحثونه على مكارم الأخلاق. ولنا في سورة لقمان أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقمان يعلم ابنه عليه السلام أصول ما يحتاجه الابن في هذه الحياة. العقيدة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. يبدأ بهذا الأمر، هذا ما تعلق قلبك بحتى حاجة، لا بقبر ولا بشجرة ولا بحجرة ولا بإنسان ولا بخامسة ولا بنو ولا بأي شيء. علق قلبك بالله وحده لا شريك له، الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم يبدأ في الأخلاقيات، في كيف يتعامل بينه وبين الخلق. وهذا الأمر يحتاج فيه يا إخواني إلى أن يكون الأب كذلك قدوة في البيت. وهذا الأمر نكرره دائما. أنت يتعلم ولادك حاجة مليحة ودير حاجة مش مليحة، يقدرش الابن يتسقم، لأنه يرى فيك القدوة، الأسوة، المثال. أنت تقول له ما تكذبش وأنت يا خراط تكذب كذبة السماء تنشق. وأحيانا تشهد على هاته الأمور القبيحة أبنائك. يجي دق لك واحد، قل له قل له ما كاشو، مانيش أنا مانيش أنا، قل له ما كاشو، يتعلم الكذب. نعم ما كاشو بابا، مفهوم هذه. فيتعلم الابن هذه المساوئ، وأنت تريد أن يكون أنموذجا صالحا في دينه ومجتمعه، كن أنت الأنموذج. أكثر لهم الدعاء يا إخواني، أكثر لهم الدعاء، ولا تجعلوا الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. الدنيا هدية نسحقوها للآخرة، نتعاونوا كامل في الدنيا باش نروحوا الآخرة. ولذلك أي حاجة نديروها إلا ونربط نيتها بالدين، نقراو باش نعزوا الإسلام والمسلمين، باش المسلم يعين أخاه المسلم، يعاون خاوته المسلمين، ماشي باش يقرا ويعود يحقرهم يهضر عليهم. هذه بلاد هادية، هادو عباد، هادو إيه. نعم كاين الفساد. ولو كان نتايا اللي قريت وتثقفت الحمد لله وتقدم بك الأمر، ما تجيش وتسقم وتعاوننا، كيفاش حنديروا؟ تخلينا وتروح، تخلينا حاصين وتروح. إذن علقوا أبناءكم بهذه الفكرة، هذه الفكرة اللي هي مقاصدية بعيدة جدا في إصلاح المجتمع. عسى الله تعالى أن يخرج من أصلابكم من يصلح الله تعالى به البلاد والعباد. قولوا آمين. ركزوا لهم على مسألة القرآن الكريم، دائما نقولها لكم. القرآن ثم القرآن ثم القرآن، وهو أكبر وازع في القلب. الوازع معناتها الحاجة اللي يخليه الإنسان يحب يدير الحرام، يدير الحاجة اللي ماشي مليحة، يتفكر كلام ربي اللي في قلبه يخليه ما يدناش الحرام. أحيانا يطيح في مجتمع هذا الحرام وهذا الحرام وهذا الحرام، هو على الأقل يصلح الجهة اللي راه فيها، هو يتفكر. لذلك القرآن فيه حياة للقلوب. والبيت اللي ما فيهش القرآن بيت ميت، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت ميت، أهله أموات ميتين. فعلموا أبناءكم كلام الله الذي هو نور وحياة هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق أبناءنا لكل خير، وأن ييسر لهم الأمور، وأن ينجحهم في كل الاختبارات، لا سيما اختبار طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي سنقف جميعا بين يديه سبحانه وتعالى ليسألنا عن دنيانا فيما أمضينا فيها. اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتحيي به قلوب العباد وتبلغه للحاضر والباد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.